سجلت مسار الحمايه المدنيه ولايه مديه هذا اليوم في منتصف نهار اليوم على الساعه 12 حريق غابه هنا على مستوى زهيريه بلديه ودائره وزره، غابه متمثله في احراش وادغال مع عشبه الديس المعروفه بسرعه التهابها. دونك التدخل كان سريع بواسطه الوسائل المتدخله او الوحدات المتدخله، وحده وزره مدعومه بالوحده الرئيسيه زائد الريتم المتنقل لمكافحه حرائق الغابات، يعني 10 شاحنات اطفاء باختلاف انواعهم، بالاضافه الى 55 عون باختلاف الرتب، يعني فور الوصول الى عين المكان وبمشاركه جميع المصالح الغابات الدرك الوطني الجيش الوطني الشعبي. في حدود الساعه 12 كان وصلتنا معلومات عن طريق الفرقه المتنقله تاعنا اللي كانت في المنطقه بصدد متابعه الاشجار الغربيه عن وجود حريق، فتم الاتصال ثم بعث الفرقه الاولى للتدخل مباشره واتصال مع مدير الحمايه المدنيه. عمليه مقاومه الحريق يعني ابتدات في حدود الساعه 22 دقيقه. ما يخفاش عليكم هنا رانا في منطقه غابيه يعني وفي مرتفع كبير وين كانت رياح قويه، حيث ان الحريق انطلق يعني من مكان بؤره الحريق اللي كانت في قطعه ارضيه تبع الخواص الى تشكيله غابيه المجاوره. بعد يعني ما وضعنا الوسائل التابعه للمحافظه المتمثله في 5 فرق تدخل بالاضافه الى الفرقه تبع الحمايه المدنيه الرتل المتنقل وحده تابعه له، يعني راينا انه من الضروري طلب التدخل الجوي